مهندس محمد موسى رئيس اهلا الحي بقى، وسهلا انت حضرتك الجهه التنفيذيه اهلا قمتوا، وسهلا عايزين نعرف لحضراتكم ايه العقبات اللي قابلتكم كويس، وعمليه التطوير دي اتكلفت قد ايه، والخطط اللي جايه مستقبليه او الشوارع اللي انتوا هتطوروها او الاحياء في الحي العمراني. اولا ارحب بيك في حي العمرانيه، ودي انا بعتبرها من خطط المحافظه مع الوزير المحافظ كمال بالدالي، مع علاء بيه الراس نائب المحافظ للاحياء. طبعا احنا دخلنا في شارع الهرم ان شاء الله هيبقى فيه مترو، فكان لابد ان احنا نتعامل مع الشوارع الحكيم بديل المترو. فالشارع ده كان شارع طبعا تقدر تسميه كان مناوله بقى لها 10 15 سنه، فيها كل المخلفات. كان السور ده وراه ارض زراعيه، كان بتترمي وراه مخلفات غير عاديه، وكان المخلفات بتغطي حتى محطه المترو. فطبعا اول حاجه فكرنا فيها ان احنا نتعاون مع صاحب الارض البشمهندس حسن خطاب المجتمع المدني. جبنا وقعدنا في المكتب مع بعض، وطلبت منه ان هو يعمل لي سور عشان اقدر على ارضه، زي ما القانون 38 بيقول ان اللي عنده ارض يصورها حفاظا، خاصة لما ترمي فيها زبالة أصبحت مأوى مش كويس. كان هنا في حرامية وفي لصوص، وفي ناس بترمي جثث مش عايز أقول لك، ونفايات، وكان حاجة صعبة جدا. كان ربع الشارع اللي واقفين عليه بس هو اللي شغال، يعني يا دوبك عربية واحدة اللي بتعدي منه. طبعا الراجل مشكورا استجاب وبدأ فعلا في عمل السور، اللي هو ابتدى يديني يفتح نفسي للشغل، إن ابتدى الشارع يتحدد. ابتديت أنا بعد كده أتعامل مع المخلفات اللي كانت بتبقى العمود كان بيبقى فاضل منه تلت بس، ويتردم في المخلفات، وحاجة صعبة جدا، بقى منظر صعب. انا عندي الصور هبوري لحضرتك قبل واثناء وبعد. فالحمد لله من ضمن خطة التطوير الشارع ده احنا واقفين عليه، شارع محطة سيد مكي، في تطوير الاربع محاور الفرعية اللي عليه عشان يبقى بدائل، في سيد عمار، وفي شارع السلام، وفي شارعين تحت كوبري العمرانية. دول هيتطوروا بحيث يبقى مصاب الشارع الرئيسي ده. كلف حضرتكم قد ايه تطوير الشارع؟ 150 الف جنيه طبعا، بعد موافقه معالي الوزير المحافظ وموافقه السيد النائب على المبلغ. وطبعا ده يعتبر اتعمل بكميه بسيطه لولا تدخل المجتمع المدني، والحاجات دي كان هيبقى اكتر من كده، كان ممكن يعدي تمام، لان شيل وحط وحاجات دي فيها فلوس. فالحمد لله الشكر لله. الشكل اللي انت شايفه انا بقدمه هديه من محافظه الجيزه لاهالي العمرانيه، والاهالي بالذات اللي بيركبوا المترو، والناس الموجودين في هذه المنطقه اللي كانوا بيعانوا من الظلمه والكآبه لهذا المكان. بشكرك يا باشمهندس محمد، شكرا جزيلا لحضرتك على الجهود اللي بتبذلوها.